باشا مرحبا يا شباب، معكم حيدر من قناة حيدر جيمرز. سعدتلكم اليوم، جايبيلكم انبوكسنج على شغلتين وصلتني من متابعيني، طبعا من متابعيني الاربعة هذول اللي انتشاهدوني هلا. طبعا ما رح وما كاتب وما رح اقول اسمه، طبعا ما بعرف كيف وصلتني هالهدية وانا ما عندي مشتركين. فيلا هديتين، طبعا الشخص هديتين من نفس الشخص، كتير كريم. ايوه فيلا شو ناطرين، بس لفرجيكم شو. طبعا العاب هي اول لعبة. وين راحت الكاميرا؟ هون هي اول لعبة، ما بعرف طبعا شو. طبعا بعرف انه ما بعرف، بس مبين انه هاي لعبة وهدول ادرعة، الله اعلم. هلا بنشوفهم. الشغلة التانية شي دارج اللي هو السبينر. فيلا نبدأ لأنه روحنا دقيقتين على الفاضي، بس بالمقدمة أطول مقدمة بالدنيا والتعريف. اسمعوا يا شباب، في أول شي اسمك بهتوتون. يلا نفتح. يلا نعمل الانبوكسينج على السريع. دير دير، وين رايحة؟ لا لك ضحك، اسف اذا وقعت الكاميرا. يلا مثل ما انتو شايفين راح اول شي طبعا عندنا كابتن امريكا. كابتن امريكا انا ارفص باللالي. طبعا قبل ما اصور شلت عنوان المنزل. ثاني شي شو ها ايدين لك الا رجلين، شوفوا ايدين ورجلين، مجسم كامل بس بدون ده. وكلاك شاكي كأنه مكسور. كأنه يا شباب مكسورة. شوفوا راس. اوكي لفنات هي. طبعا فيهم يتحولوا كلهم حتى كابتن امريكا، لانه عم اقول شو قصة الدرع والهالك، طلع فيهم يتحولوا كلهم. فبس نضب من الرحل. فها
دبة ليش بس دبة جايكنه دقيقتين وينو كابتن أمريكا بس دبة بالقلب العلكة بالعلكة بالعلبة بنرجع لكم بنرجع لكم طبعا حطيتها خلينا ننتقل للسبينر سبينر على وجوه طبعا خلينا نسوي كونس كثير بالسري بدي اسوي لكم سحر تسجل لوك لوك اسمع شو بدنا نحن والكاميرا ولهم بكون انتهى الفيديو يا شباب اتمنى تحطوا لايك واشتراك وهلا بدنا نوصل ل 3 لايكات باسرع وقت وبدنا نوصل ان شاء الله ل 9 مشتركين قبل نهاية السنة يا رب وإلهم كنا وصلنا من عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك والاشتراك وباي جايز.